ما هو الفرق بين المطر والغيث؟ الترادف لغة هو التتابع، واصطلاحا هو وجود كلمتين مختلفتين في اللفظ تحملان نفس المعنى. ذهب بعض علماء اللغة إلى وجود الترادف في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، بينما ذهب البعض الآخر من العلماء إلى نفس وجود الترادف في القرآن وفي اللغة العربية ككل. وافترض هؤلاء العلماء عدم وجود كلمات متطابقة بالمعنى تماما، وقالوا بوجود اختلافات دقيقة بين هذه الكلمات نجهلها نحن، والقرآن بإعجازه استخدمها بموقعها الصحيح المناسب لمعناها. ومن بين الكلمات المتقاربة في المعنى التي فرق القرآن الكريم في استخدامهما هما كلمتي المطر والغيث. يخلط كثير من الناس في الاستعمال بين كلمتي الغيث والمطر، فكلمتا الغيث والمطر كلاهما تعبران عن نفس المعنى الذي هو الماء النازل من السحاب، غير أن القرآن الكريم استخدم كلمة الغيث في مواقع، واستخدم كلمة المطر في مواقع أخرى مختلفة. فلو تأملنا الآيات التي جاءت بها كلمة الغيث لاحظنا أن لفظ الغيث لا يذكر في القرآن الكريم إلا في مواطن النعمة والرحمة، ويأتي مصاحبا للخير الوفير والعطاء والفرج بعد الضيق واليسر بعد العسر. وهذا يتمثل فيما نقله الثعلبي من أن المطر إذا جاء عقيب المحل أو عند الحاجة إليه فهو الغيث. ففي سورة لقمان قال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وفي سورة الشورى قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وفي سورة يوسف قال سبحانه وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. ولفظ المطر ومشتقاته فيذكر عادة في القرآن الكريم، حيث يذكر العذاب والعقاب للأقوام الكافرة، كما في قال سبحانه في سورة الأعراف: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقوله تعالى في سورة هود: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أما عند الحديث عن المؤمنين فيرد لفظ المطر في مقام الأذى والابتلاء، مثل قوله تعالى في سورة النساء: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى.